الله أكبر الله أكبر. شو بدي أقول؟ إنه النبي تزوج طفلة، وأنت عندك يا أستاذ سايمون، شوف يا أستاذ سايمون، تعال يا حبيبي، أنت عم تعترض على نبي تزوج تمام؟ زوجة. شوف يا حبيبي، أنت عندك إسحاق تزوج أقل من طفلة، أهو شوف، هذا تفسير اليهود باي ذا واي، مش تفسيري أنا. وفقا للتكوين الإصحاح 25 العدد 20، أهو عم بيقول and إسحاق was 40 years old when he took Rebecca to wife، لما أخذها زوجة كان عمره 40 سنة، تمام؟ شوف شو عم بيقول هون، عم بيقول إنه هيدا يجعل إسحاق كان عمره 37 سنة لما اتولدت رفقة was born، انتظرها إلى أن تكون جاهزة للعلاقة الحميمية الزوجية أو الجنسية، تمام؟ وكان عمرها 3 سنين. ليه ما اعترضت على الكتاب المقدس يا أستاذ سايمون؟ ما حتعترض أكيد، صح؟ ما حتعترض يا قلبي، ما هيك؟ لأنك أنت ما عم تقرأ كتابك المقدس حبيبي، ولكن همك الإسلام، صح؟ همك الإسلام. الأستاذ سايمون خاف، ما قدر يجاوب على هالمشكلة، ما قدر يجاوب. هيدا هو همكن. بدك أحكي مع محمد صلاح يلي كان عم يسب المسيحية قبل كم يوم؟ ما عندي مشكل، جيبه وتعال. أهو شايف كيف حليت لك كل مشاكلك بهدوء من غير انفعال. أنا ماني فاتح اللايف عشان أسب، ماني فاتح يا أساس سايمون، ولا هيدا هدفي. ما حستفيد شيء أنا لو سبيت المسيحية أو العقيدة المسيحية، أوكي، ولا المقدسات المسيحية، ولا أنت حتستفيد شيء. أنت عندك في الكتاب المقدس الشتامون لا يرثون الملكوت، أوكي، واضح؟ تفضل يا أستاذ يوزر، أنت عم تقول أنا عم فبرك الأشياء، تفضل قول اطلع معنا، قلنا أنت عم تفبرك، ورجيني وين أنا كنت عم فبرك يا أستاذ. Which Bible do you read, Mr. What's your name, Munir? Munir what? اسمي منير، حضرتك ممكن أعرف شو اسمك؟ حكاية ولا منير what؟ حضرتك شو اسمك يا أستاذ؟ Whatever you want. Paul. My name is Paul. اسمك بول؟ Yes. فين الآية بقى اللي انت حضرتك بتقراها دي؟ فين هي كتاب مقدس؟ حاضر. حضرتك يا كاذب. طيب حضرتك كاثوليكي؟ احترم حالك، احترم حالك. لا لا لا، انا بريسبيتيريان تشيرش. احترم حالك يلا. When you put a verse that's not in the Bible you are a liar. استاذ حضرتك كاثوليكي ولا ارثوذكسي ولا بروتستانت؟ I am Presbyterian Christian. حاضر. You know Presbyterian church؟ احكي عربي، احكي عربي. نعم. Presbyterian. احكي عربي. لو سمحت يا استاذ بول، استاذ بول عامل معروف. ارجوك بلاش يعني، نحن كبار وواعيين، عامل معروف. ما اقرا لك النص اليوناني لشوف شو راح تفهم من اليوناني. انت بتفهم يوناني؟ ايوه بفهم يوناني، جيب ابوك لاحكي معه يوناني. اتعلم الادب يا قليل الادب. بس يا حمار، انت من طلعت مليون حمار؟ طلعت هاجم انت يا غبي، من طلعت؟ انت اللي كلب، لانه اسمك بول. لانك تزور في الكتاب المقدس. اسمك بول، اسمك بول، شو بدك تكون يعني؟ طولوا بالكم، اعملوا معروف. الله يرضى عليك. تأدب من البدايه. طيب، استاذ بول، انا راح افتح عنك المايك، اعمل معروف، لو سمحتوا. رح نفتح المايك ونبدأ من أول وجديد، بكل احترام، بكل أدب، بكل أخلاق. بليز يا أستاذ بول، بليز، الله يرضى عليك، لو سمحت. من حقك تقول رأيك، ولكن مش من حقك أنك تتجاوز الأدب. أنا بعتذر إذا أنت شفت في إساءة، فنحن بنعتذر، أوكي؟ هلأ نبدأ من أول وجديد. بليز اضغط على زر المايك من تحت عشان تفتح المايك، وأنا هقول لك وحنفتح الكتاب المقدس سوا، وحدة وحدة، تمام؟ ونشوف هذا الحكي صح ولا لا. تفضل يا أساس بول، اضغط على الايكون تبع المايك. حاضر يا حمادة، حاضر حبيبي. تفضل يا أساس بول،
اضغط على زر المايك عشان ينفتح المايك عندك. انا راح افتح لك، اعطيك ريكويست مرتين انك تفتح المايك. اوكي. شكرا. كان يو هير مي ناو؟ نعم عم بسمعك هلا، عم بسمعك. طيب انا معايا دلوقتي كتاب، الكتاب المقدس ان ال تي، اوكي؟ اند معايا اذر فيرجنز بالانجليزي. عفوا وريني ايه هو سفر انت بتتكلم بتقول في التكوين، مش كده؟ في سفر التكوين حضرتك بتقرا؟ صح. ان جينيسيس؟ صح نعم. ان جينيسيس شابتر كام؟ شو اسم الترجمة؟ شابتر كام؟ لا لا لا، ماليش دعوة بترجمة، انا بتكلم في نص الكتاب المقدس. طيب في 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 شابتر رقم كام؟ اول شيء افتح اصحاح 17 العدد 17 في التكوين، مش كده؟ نعم في التكوين. نقرأ سوا. لا ما تقراش، انا لما اطلع تبقى سيادتك تقرا عشان اكمل معاك كلمه كلمه. حاضر ولا يهمك. يلا يلا اوكي. دقيقه. تكوين 17. يلا اوكي، خليني اجيبها كمان بالعربي اهو. اوكي وانا هجيبها بالعربي كمان. اوكي اوكي تكوين 17 عدد كام اللي فيها 3 سنين دي؟ ثواني واحدة واحدة، احنا بدنا ندرس الموضوع واحدة لا واحدة. أنا عايز أعرف بتاع الثلاث سنين، أنا مش عايز أي كلام تاني، أنا عارف الكتاب المقدس بتاعي كويس جدا. ثانيا أنت بتكلم عشان الأستاذ اللي شتم، أنا أستاذ جامعي. طيب عارف أوكي. يعني إيه؟ أنا واخد شهادات بعدد راس شعر راسك. طيب شعر أوكي. راسك أنت بقى... شهادتك حق فرنجين قدامنا هلا بتطلع. يلا استنى يا طول بالك، وريني وريني استمع ابو شهادات سنين. استمع انا عايز بنعلمك نحن وبنعلم اباء كنيستك. يلا طول بالك طول بالك. الشخص الغير مهذب اللي موجود عندك ارجوك استمع استمع يحتاج الى تربيه. كالاستاف غاشو غام ياسب يا عادي تليوني عادي مالك زمان انت تحتاج تربيه عادي غاميسو. يلا استاذ بول طول بالك طول بالك شوي طول بالك ارجوك. فين الـ فين الـ فين الفيرس اللي بيقول ثلاث سنين؟ طول بالك يا حبيبي طول أنا بالك. انا بقرا الكتاب المقدس، انا مالاش دعوه باي تفاسير. طيب ممكن بس تسمعني عشان انت هيك ما عم تسمع. اول شيء يا استاذ اول شيء يا استاذ بول، انت لازم احبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صح؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، لا تقاوم الشر، من لطمك على خدك الايمن فادر له الاخر ايضا. طول بالك، اعمل معروف، ريلاكس، محتاج تفهم إيه هذه الآيات معناها إيه. ما في مشكلة بس طول بالك، خلي النقاش يكون فيه فلكسبل. طول بالك عمين اتفضل. اتفضل. أشكرك 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 على احترامك وأدبك، أشكرك يا أستاذ الفاضل. هل ينفع، أنا بدي أسألك هلأ سؤال عامي، هل ينفع أن أخذ نص في الكتاب المقدس وأبني عليه حكم، ولا لازم أخذ كونتكست سياق؟ There are several books about how to read a Bible. حكيني عربي، حكيني عربي، معروف، حكيني عربي. كتب كثيرة عن إزاي تقرأ أو تفهم الكتاب المقدس. أول حاجة لازم تعرف إن الكتاب المقدس ككتاب إحنا لما جينا critically analyze it استخدمنا أساليب علمية وأبلايد عليها على الكتاب المقدس، والكتاب المقدس abide by this. فمثلا انت لما تيجي تقرأ عدد او آية في الكتاب المقدس انت لازم تعرف الآية دي موجودة في انهي كتاب، وايه الآيات اللي قبليها، ايه الآيات اللي بعديها، الشابتر ده اتكتب في وقت ايه، ايه علاقة الشابتر ده بوضعه في الكتاب اللي اتكتب فيه. يعني مثلا في تكوين فينهي مرحلة هو اتكتب، وبعدين لازم تعرف التكوين ده سفر التكوين أو سفر أشعياء أو سفر نشيد الإنشاد أو إيه نوع الكلام بتاعه أو إيه نوع الكتابة بتاعته وإيه الظروف. لازم تعرف بقى إيه الظروف التاريخية اللي اتكتب فيها، ايه العادات والتقاليد بتاعت الناس اللي كانوا موجودين في الوقت ده، في وقت كتابة هذا الكتاب، هل هم كانوا في السبي، هل هم كانوا بعد السبي، هل كانوا قبل السبي او بعد السبي، هل هو كتاب بتاع نبوات، هل هو كتاب شعري، هل هو كتاب عبادة زي المزامير مثلا صلوات لله، هل هو كتاب زي سفر الأمثال مثلا في حكم
ترشدنا لان احنا نكون. فما تقدرش تقول ان ده يساوي ده يساوي ده. لكن لو انا دخلت وابلايد، هل في انثروبولوجي موجوده في الكتاب المقدس؟ انت فاهم يعني ايه انثروبولوجي؟ يعني هل الكتاب المقدس لما بيجي يحكي حكايه او يقص حاجه، هل بيجيب مين اللي كاتب هذا الكتاب؟ اتكتب ايه الكتاب ده؟ فين هي مكان؟ هل في الظروف الجغرافيه؟ هل في خرائط نقدر نقارن بيها الاحداث اللي حصلت في الكتاب المقدس بخرائط؟ هل في اركيولوجي ممكن نقارن الاركيولوجي اللي هو علم الحفريات وعلم الديجنج ومش فاكر في العربي الكلمات، بالاحداث اللي موجوده في العهد هنلاقي موجود. هل في الانساب بتاعت ده ولد ده، ده ولد ده، ده ولد ده، عشان نقدر تتريس ونقارن؟ هل في احداث تاريخيه؟ هل في اسماء جبال، اسماء وديان، اسماء طيور؟ عدد الطيور المذكوره في الكتاب المقدس قد ايه؟ ده ليها ديكشنري اسمه The Birds in the Bible، في The Mountains in the Bible. انت فاهم قصدي؟ لكن لما بقى أقيس هذا على كتب تانية، أنا في رسالة دكتوراه بشرف عليها في جامعة كبيرة، عارف؟ بنتكلم على الأنثروبولوجي أوف قرآن، زيرو، ما فيش أنثروبولوجي موجودة في القرآن. حاضر، أوكي. يعني ما فيش، ما فيش. الباحث دور على جميع البتاع، قال لي زيرو، مش لاقيين ولا أي حاجة. ده بحلمك، يعني ما فيش، ده بحلمك، خليك من القرآن، هلا انتبه معك. تاريخ ما فيش. القرآن، فأنت القرآن بتقول لي ثلاث سنين، فقول لي بقى فين الثلاث سنين. كثير عليك يا أستاذ بول، بعد إذنك، يعني مش وقت كرازة هلأ، نحن بدنا هلأ نتعلم، بعد إذنك هلأ. أنا بتكلم كرازة ولا بتكلم علمي؟ اللي كنت بكلمه بتكلم علمي ولا بتكلم كرازة؟ أنا حواري معك. بص يا أستاذ، حضرتك اسمك بول. أستاذ بول، طول بالك، اسمع يا حبيبي، اسمع. اللي الله، انا كنت بتكلم فيه اسمه ريسيرش ميثودولوجي. استاذ بول، ريسيرش ميثودولوجي اند ريسيرش ميثودز. لو حضرتك خريج جامعه، يا استاذ بول، انت الله عطاك اذنين عشان تسمع وعطاك بق واحد، لو سمحت اسمع، اعطي غيرك ليسمع ليحكي. تفضل، انا ساكت. لو سمحت خلي الحوار بشكل علمي اكاديمي، ما تاخذ الكلام كله لإلك. انت عم تقول وانا مستمع، ما قاطعتك. فلو سمحت اذا حضرتك هتحكي انا هستمع، حضرتك خلص انا راح احكي عشان حضرتك تسمعني. اتفقنا يا حبيبي؟ هذا اول امر. الامر الان احنا موضوعنا على موضوع زواج اسحاق من رفقة، تمام؟ موضوع الاركولوجي، موضوع القرآن، هذا كله انا لا يعنيني هلأ. انا في موضوع انا فاتحه، اتمنى ندرسه بيني وبينك بشكل علمي. انا بتكلم على ان يا استاذ فول، استاذ فول انت جامعي، انت رجل جامعي، يعني لازم تكون معروف اداب الحوار حبيبي. يعني انا قلت لك انا لو حكيت، مش حبيبك. بص اي ام بروف، when you talk to me you say professor right. لك حاجتك بقى تبيض علينا، لك يا زلمة حاجتك بقى، حتى تفجر بأيام الغلا. سكوت بقى، والشخص اللي ما عايز لك سكوت بقى، سكوت بقى، هلك ما تخلينا هلأ نكبر حكيها. طول بالك. مين هو؟ روق واسمع الكلام، إلك ساعة بتحكي ما قطعك الشيخ منير، عود استمع بأدب، هون بتتعلم الأدب عنا، انتبه على حالك. تعلم الأدب انت، انا اتعلم الادب عندك. يلا يا ولد، خلصنا منك، انت في الشارع. خلاص خلصنا منك. سكوت سكوت سكوت، طول بالك. استاذ بول انا راح اعطيك ريكوست انك تفتح المايك، اعمل معروف، خلينا نسمع بعض، تمام؟ انت منك حبيبي. نعم انت منك حبيبي. فكر حاله داخل على قهوه يا شيخ منير. نعم انا فاهم، ولكن عم نحاول نمتص الغضب، انا عم حاول امتص الغضب. بليز يا استاذ بول، اوكي، يعني حضرتك استاذ جامعي وانت خجلان تقول اسمك، انا ما عندي مشكل باسمك، انا بدي علمك، اوكي. انا ما قلت بروفيسور، تفضل قل له بروفيسور. نعم والله الا لبسك الكرسي كنت عندي لو قلت لي بدك تقول لي بروفيسور. طيب انا هلا رح افتح، اعمل معروف يا استاذ بول، في ايكون شكل المايك تحت، اوكي، اضغط عليه، اعمل معروف لو سمحت. اوكي انا هلا راح افتح معك. قبل ما حضرتك تتكلم انا ليا طلب. طيب اتفضل يا استاذ، اطلب.
الشخص اللي بيقل أدبه علي يخرس. واحد لا. مثلك بيخرس وبحط صرمايتي براسك وراس اللي خلف أهلك وبتخرس انت على الخالص وبتست تمك. ولما بحكي أنا واحد مثلك ومثل أمثالك بيخرس يا بروفيسور صرماية براسك، انت حقك صرماية انت، تمام يا بروفيسور مستر بروفيسور أو البروفيسور يخرس. هاي واحد مثلك بيخرس يا حيوان، قال يخرس، قال ما شفت غير المسلم يخرس يا كلب. يلا طيب صلوا على رسول الله، قولوا لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب هدوء، معلش خلينا بس نعمل كنترول، خلينا نعمل كنترول. للأسف يعني الأستاذ طبعا نعم حلو الإنسان يكون عنده علم، الإنسان يكون عنده معرفة، بس غلط انك تطلع وتفرض عضلاتك. تمام، انا وانا وانا انا ما القصد هيك، انا ما القصد هيك، هذا اللي عصبني شيخ منير، وانا بعتذر منك انت طبعا مو من حدا تاني، لانه هو بثك اولا واخيرا، بس الحقيقه لا بهالاسلوب هذا اللي طالع فيه تعمل لي هون استعراض عنا. إيه لا حبيبي لا، عنا هون بدك تشلح وتلبس القرمزي. تمام، تفضل شيخ منير، اسف. الله يرضى عنك يا حبيبي، الله يرضى عنك. طيب اول شيء انا كنت حابب اعرض له اعطيه الادله من وين تجيب، انه حتى اليهود من وين جابوا هالتفاسير، من وين؟ هل من عنا؟ لا ابدا مش من عنا نحن. انا راح افتح، خلينا اجهز المصادر وندرس الموضوع سوا، خلينا ندرس الموضوع سوا، يعني من له اذنان فليسمع، صح ولا لا؟ انا هفتح اهو هاي التكوين، انا ما راح اطلع عن التكوين، نفتح التكوين الصح كمان 23 وندرسها كلنا سوا. 22 انا بدي 22 سوري، العدد 23 اوكي، وراح افتح كمان سفر التكوين الصح 23 دغري بعده اوكي، واخر شيء راح افتح سفر التكوين الصح 25 العدد 20. تعال نشوف، وراح افتح الكالكوليتر سوا وكل واحد عنده كالكوليتر يفتحها ويعد، حابب تعد بايديك، حابب تعد باصابع اجريك، ما عندي مشكل اوكي، ما عندي مشكل. طيب تعال نشوف هون شو عم بيقول. اتمنى الاستاذ البروفيسور وينك وينك، يا ريت حضرتك انك تعطي مجال لحالك كمان انه تسمع غيرك. عفوا انت بروفيسور بالجامعة عند حدا، ما عندي مشكل، اهلا وسهلا فيك، بس لا تفرض عضلاتك، انا بقدر بكل بساطة افرض عضلاتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، يا اهلا وسهلا. طيب خلينا ندرس سوا الموضوع. انا عندي بسفر التكوين الاصح 17 العدد 17 بيقول: فسقط ابراهيم على وجهه وضحك وقال في قلبه: هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ أدي عمر سارة يا جماعة؟ ها اخواني اخواتي اللي قاعد باخر الصف، صديق المسيحي، أدي عمر سارة؟ سارة أدي عمرها؟ 90 سنة. يلا حنكتب هون شو؟ 90 سنة اهي، تمام كمان حنفوت هلأ هذا النص اللي احنا قريناه، حنفوت النص اللي بعده، سوري مش هيدا، النص اللي بعده بسفر التكوين الإصحاح 22 العدد 23: وولد بتوئيل رفقة. هون مربط الفرس، نحن عم نحكي عن رفقة. هؤلاء الثمانية ولدتهم ملكة لناحور أخي إبراهيم. أوكي جميل، الإصحاح نحن بال 22، حنروح ل 23 أول الإصحاح. وكانت حياة سارة 127 سنة. أدي عمر سارة لما ماتت؟ أدي عمرها؟ يلا اكتبوا لي الرقم عشان نسجله عنا. أدي عمر سارة؟ 127. يلا ناقص اهو، ناقص 127 صح؟ حنحط يساوي كم كان عمر إسحاق وقتها؟ عمر اسحاق قديه؟
ها 37 سنة. أيوة لما أنا أقرأ بالتكوين 25 20 وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل. طب كان عمره 37 سنة أوكي أدب وتزوجه وهو عمره 40 سنة، يعني كم كان عمره لما تزوجها لرفقة؟ كم؟ 3 سنين. 3 سنين. هيدا اللي عم بيقولوه اليهود مش أنا، مش أنا. فعامل البروفيسور ابن بارم ديلو لأصر ميت ابن رشد براسك وراس اللي خلفوك يا بروفيسور. لما قال لك ابن رشد ان بتيجي لهون وتتعلم، انت بتيجي لهون وتتعلم، روح شل كل الشهادات اللي انت اخدها وروح روح اسحب عليها سيفون حبيبي. تمام، انا دارس بعرف كيف الكيلوت كيف بيتلبس، من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين؟ لا يا حبيبي، ما تفرد لي ريشك يا قلبي، نحنا من قصقصهم يا قلبي. تمام، يعطينا درس بالانثروبولوجي، انثروبولوجيا تعلمنا. القرآن ما حكى فيها على الخالص الانثروبولوجيا، ما حكى، لا حكى بالكتاب المقدس اقتلوا للهلاك. هنيك هنيك الانثروبولوجيا، ما شاء الله، هنيك علم الانسان وخواص الانسان وكل بكر بطون الحوامل. يا سلام على الانثروبولوجيا، يا سلام يا سلام. الله أكبر.